السلام عليكم يا سادة، يا كرام، يا مؤنسي هذا المقام. سأروي اليوم حكاية بدايتها بداية ونهايتها أيضا بداية. هالحكاية صارت ببيت الأستاذ كمال، وهو مدير شركة للاستيراد والتصدير، متزوج وعنده بنتين توأم، سهى وربا، بالعشرينيات من عمرهم، ما بيشبهوا بعضهم غير بالشكل. سهى ودودة ومتواضعة، وربا عندها غرور وطبعة قاسي. وببيتهم في صانعة اسمها جيلدا، كل سكان البيت بيعاملوها بلطف إلا ربا، تتعاطى معها بتعجرف وكتير بتقرف منها، مع أنها نظيفة وأمينة. بس الأستاذ كمال ومرته ليلى ما كان يهون عليهم هالشي، ودايما ينبهوها لتحسين معاملتها. ولطالما حذر بيا من مسخرتها علون بشرة جيلدا وأصلها، ويصر عليها لاحترام كرامتها وكرامة كل إنسان، ويقلا الكرامة الإنسانية يا بي من كرم الله اللامتناهي، وكرامة الناس من كرامتنا، وهي دليل احترام الفرد لذاته. فصارت بوجود أهلها تتجنب تتعاطى معها، بس بغيابهم تطلع الفرق. وكانت المسكينة جيلدا تنقهر وتخبر الست ليلى يلي تهديها وتوبخ بنتها. وبليلي من الليالي يا سادة يا كرام، هي وراجعة ربع عالبيت انقلبت فيها السيارة بعد حادث قوي، ونقلوها على المستشفى، نزفت كتير واحتاجت بلوكات الدم. المشكلة انه فقد دمها او نيجاتيف، يعني ما بتاخد الا من فصيلتها، وبالمستشفى ما في وفرة منها لهالفئة، والوقت بلش يتأخر. وكانت جلدة معهم، فبدون تردد قالت لهم أنا من هيدي الفئة. تشكروها الأهل، مباشرة طلبوا لها فحص، وطلع دمها مناسب تماما لإسعاف ربا. بالفعل تمت العملية وأنقذت حياة الصبية. بصباح اليوم الثاني فاقت ربا، فاتوا الأهل لعندها وخبروها يلي صار، وكانت جيلدا معهم. هلأ فكروها رح تنبسط، بس الصدمة إنه صار معها انهيار عصبي، وبلشت تصرخ وتقلن دم الصانعة عم يمشي بدمي؟ لا يا ربي لا، كنتوا تركوني موت أشرف لي من هالفضيحة. وطردت جيلدا من الغرفة بعد ما سمعتها كلام مهين، وبقيت تصرخ وتفك المصل لحد ما اجى الطبيب واعطاها ابرة مهدئ ونامت. الاهل ما توقعوا ردة الفعل العنيفة وانكار المعروف. بعد يومين طلعت على البيت، فتحت لهم جيلدا البيت، فعصبت عليها ربا وقالت لها ما بدي شوف وجهك قدامي، وقريبا رح غير دمي وتخلص من دمك بجسمي. بالقوة كمش الأستاذ كمال أعصابه، وبسرعة فوتتها أمها غرفتها، واعتذر هو من جيلدا يلي تمنت عليه يسمح لها تفل، لأن ما بقى قادرة تتحمل معاملة ربا. بس الأستاذ كمال رفض وأكد لها أنه كرامتها من كرامته. فالله تعالى خلق الإنسان، كل إنسان حر، بس مع الوقت للأسف صار مستعبد، وعدا بس تشفى ربا رح يخليها تعتذر. بس ربا صحت وماشيت، ما في شي تغير أبدا. مرة من المرات عاتبها الأستاذ كمال وقال لها أنت من وين جايبي هالعجرفة؟ لا أنا ولا أمك ولا أختك هيك، أعطيني سبب مقنع لتصرفاتك، فهميني مين مرافقة. جاوبته ربا شو دخل مين مرافقة، هي صانعة عنا وعم تقبض مصاري. تتبرر تصرفاتها قالت له بعدين لازم نكون حذرين من الصانعات، ما كل يوم التاني عم نسمع عن ارتكاب جرائم وسرقات. فرد البي
العنف يا بنتي بجر العنف، وأكيد ما عم برر الأذى لأي طرف. وإذا في كم صانعة ما كانوا أمينين، فمش كل أصابعك مثل بعض. هي مغربة عن أهلها تتشتغل بكرامتها، مش تنهينا نحنا. افترضي أمك يلي عازت دم وأخدت منا، كنت بتقرفي من أمك وبتتبري منا؟ هون برمت وجهها بامتعاض، فعصب عليها بزيادة. هيدا اسمه مرض نفسي يا ربا. استغربت ربا كيف عم بيدافع عنا وهي مجرد صانعة، فجاوبها: مش مهم هي مين وانت مين، كلنا بشر خلقانين من ذات الطين. يمكن نختلف باللون والعرق والدين، بس بالكرامة كلنا يا بي متساويين. لنتعارف ونتآلف، الله خلقنا مختلفين، بس بأخلاقنا وأعمالنا عند ربنا متفاضلين. وبوقتها شدد عليها بكلام من كتب الأديان، فحوى هالكلام بيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. سمعت ربا هالحكي بس مثل عادتها، ديني من طين وديني من عجين. بعد فترة قصيرة كانت ربا وجيلدا لوحدهم بالبيت بعز عاصفة من عواصف الشتاء. ربا مولعة الدفاية وعم تدرس، فجأة بيصير في ماس كهربا بغرفتها، فولعت حريقة وصارت تصرخ. ركضت جيلدا وظهرتها وصارت تطفي الحريق فلسعتها النار. وبهالوقت وصل الجيران والأطفائية ونقلوا جيلدا على المستشفى. وبوقت كانوا الأطباء عم يسعفوها، نطروا ربا وأهلها قدام الطوارئ. الكل عم يتأمل ربا هي وحاطة راسها بالأرض. ومن بعد ما ظهرت جيلدا على الغرفة، فاتت العيلة لعندها، وبعد دقايق لحقتهم ربا. وقفت قدام تختها وطلعت ببيها وتذكرت كل كلماته السابقة عن المس بالكرامة والتفاضل بين الناس. وبين هالتأملات ومشهد الحريق كانت لحظات مفصلية. قربت ربا من جيلدا بوجه محمر من الخجل وعيون بكيانة وقالت لها: مبارح منك كنت بقرف، واليوم بدمك أنا بتشرف. من هون كانت نهاية البداية لكرامي حرة في إلها ألف حكاية وحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله.